السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانية عندكم. كي دايرين نتوما وكي دايرين الوليدات؟ بخير. كي دايرين البنات؟ كي دايرين العيالات؟ ياك كلشي السيدات بخير، ياك هانية عندكم، ياك صحاحين. ايوا اليوم غادي ندير لكم ان شاء الله غرباز، حنا تنقولو بالدارجة ديال العرب تنقولو ليه غرباز، وتيقولوا ليه رفيسة العمية، وكيقولوا ليه رفيسة ديال الخبز. وغادي ان شاء الله غادي ندير هنايا شويه ديال اللحم ديال الدجاج، وهنايا مطيشه، وهنايا الربيع، وهنايا شويه ديال العدس، وشويه ديال الحلبه راه غسلتهم وخلطتهم ها هما، وشويه ديال الثومه والملحة، واحد الراس ديال السودانية، واحد معلقة ديال صغيرة ديال الخرقوم، ومعلقة صغيرة ديال البزار، معلقة صغيرة ديال التحميرة، معلقة صغيرة ديال الكمون، معلقة صغيرة ديال سكينجبير، والمساخن أنا درت معلقة كبيرة، ولكني المهم هانتوما كل واحد تيدير شنو. وهنا واحد البصله شلطتها، واحد شويه ديال الشحمه غاويه، وهاد الشرموله هادي غادي نديرها للخبز. هاد الشرموله فيها هادشي اللي كاين هنايا، هاد الشرموله هادي فيها هادشي اللي كاين في ديال العطريه اللي كاين هنا. المهم من بعد غادي نشرح لكم شنو كاين. ايوا دابا غادي نبداو ان شاء الله باذن الله. ومطيشه، سمحوا لي مطيشه، واحد الراس ديال مطيشه. غادي نبداو ان شاء الله الدجاج. مطيشه راه ما غاديش ندير الزيت هنايا، الزيت الروميه ما بغيتش نديرها، نتوما ديروا اللي بغيتوا. غادي ندير الزيت العود، ولكن من بعد غادي نديرها في هذا الشرموله ديال الخبز. باش ما تحرقش ليا العطريه ما بغيتش نديرها هي الاولى، حيت ما غاديش ندير الزيت باش يتقلى. ايوا المهم وسمحوا لينا، راني كندير غير واحد ان شاء الله من بعد هذاك الكسكسو اللي درت بالشلحه غادي نعاودو بالعربيه، وان شاء الله راه ماشي تنوريوكم شي حاجه ما عرفتوهاش، راه حنا عاد نوريو المبتدئات الدريات ان شاء الله باذن الله يجيب لهم تاهما الله الرزق ديالهم، ويتزوجوا ويديروا وليدات ويديروا ان شاء الله باذن الله. هذاك الشيء علاش بداو ديك الفيديو ديال الشلحه اللي درت، راه ماشي درتو على الشلوح، راه درتو خصيصا ليكم نتوما ان شاء الله باذن الله باش تعلموا الشلحه. حنايا تعلمنا حتى انا راه شلحه، وتعلمنا العربيه وبزاز تعلمنا العربيه، راه ماشي تولدنا تنعرفوا العربيه، راه حنا تعلمناها وبزز ما انا شلحه زعما شرح شلحه دوريجين. ايوا المهم هذاك الشيء علاش دابا درت ديال الشلحه، راه ماشي درتو على الشلوح، راه درتو خصيصا ليكم ان شاء الله باذن الله نتعافروا تنعرفوا، حنا تنتعافروا نعرفوا العربيه، وانتم نتوما تعافروا تعرفوا الشلحه، وحنا تتزوجوا من عندنا وتتزوجوا من عندكم، وتتكون نسوبيه وتتكون جوره وتتكون المحبه ان شاء الله باذن الله. وانا راه حياتي كامله دوزت عند العرب، راه ملي كانت عندي 15 عام تزوجت ومشيت مع راجلي كان عسكري، وحياتي كامله دوزت عند العرب. غندير شويه ديال الماء فاش يتقلى، حياتي كامله دوزتها مع العرب، راه تقريبا دوزت مع العرب تقريبا شي 29 عام اللي دوزت مع العرب. دوزت في المدن كتار، ولكن اللي تعطلت فيها تعطلت في النواصر، تعطلت في النواصر حدا كازا حدا المطار محمد الخامس،
ايوا وكاينين تما صحاباتي وحباباتي وجيراني وكاينين رضيعاتي اللي مرضعي ليا ولادي وكنسلم عليهم من هنايا من هذا المنبر كنسلم عليهم وتنسلم على ولادهم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين الدراري؟ ايوا ان شاء الله حنايا تنصيفطوا في الدراري كل واحد ان شاء الله نديروا ليه بلاصتو باش نساليو ان شاء الله نجيو نجلسو مزيان دابا راه الدراري تيقراو وشي بغا يخدم شي بغا يدير هادي شي بغا يدير وانتو عارفين الدراري وصافي راه نتوما عارفين الدراري اللي عنده الدراري راه ما زاكيش خاطرو وانا راه عندي غير الاولاد عندي تبارك الله خمسة الاولاد تبارك الله وصلى على النبي وما عنديش البنات راني وحدانيا ايوا المهم راه عارفيني العيالات تما صحاباتي اللي في النواصل راه عارفيني وراني كنسلم عليكم بزاف 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 ايوا فاش تشوفوا هذا الفيديو هذا ايوا ديروا تشجيعات ان شاء الله من باذن الله ايوا ان شاء الله حتى نشوفوا ايوا تهلاو في روسكم توحشتكم بزاف 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 ولكني هذا لله راكم عارفيني وحدانية ما عندي بنات ما عندي حتى حد اللي يعاوني ما كنخرج حتى لبلاصه والله البيات ما كنبات حتى شي بلاصه نتوما عارفين الاولاد تينوط تيبقى يقلب فين مشيتي فين درتي فين هاديك فين حتى الا خرجتي عا شويه تيتبعوك بالتليفون انا غادي ندير دابا نروي ايوا وسمحوا لينا بزاف المهم الا لاحظتوا شي حاجه قولوها ليا راكم خواتاتي وصحاباتي ودعموني واللي ما صايبتهاش قولوها ليا واللي ما بانتش لكم هي هذيك نبهوني وراني ماشي زعما كنتكبر عليكم ولا شي حاجه ولا المهم راه حنا كاملين ان شاء الله باذن الله لا اللي في داخل الوطن ولا اللي في خارج الوطن مرحبا بكم كاملين انا غادي نسد دابا راه درت الماء انا غادي نسد نتوما على حساب اسميتو على حساب العائلات حتى انا راه ما تاكلوش ليا ولادي هادشي راه غادي ناكلو انا ومول الدار وصافي هما ولادي راه درت ليهم العشاء اخر ملي سدينا عليها تتصفر الكوكوت دابا غادي نقطعو الخبز يا قبيله قلت لكم كانوا صحاب كنتو صحاباتي وكنا كنت ساكنه حداكم وما قلت لكم شكون انا فاطمه الشلحه الى عقلتو عليا ومولية النواصر وجيراني راني كنسلم عليكم وتوحشتكم بزاف بزاف والله الا توحشتكم بالله المهم احنا دابا قطعنا الخبز بحال هكا دابا غادي نشدوه وغنديروا ليه بحال هكا هنايا درت شويه ديال البزار شويه ديال التحميره شويه ديال الملحه شويه ديال الثومه شويه ديال الربيع وشويه ديال البزار دابا غادي نكبو على هاد الشرموله على هاد الخبز هذا وغادي نخلطو مزيان بحال هاد الشكل هذا وغنخلطو مزيان وغادي نردو في الكسكاس ونديرو فوق الكوكوت الفور علاش دابا بحال هكا دابا فهاد البردادة وما بقينا كنشمو حتى حاجة ولينا كنطيبو الطياب ما تطلع فيه والو ما عرفت علاش تتمشي ريحتو وقلت ندير لي هاد الخدمة هادي وعرفتي كي تتجي راني مجرباها وتتجي ديك الريحة ديال دوك العشوب اللي كاينين هنايا داكشي اللي طايب ديك العطرية وداكشي اللي طايب محيد المفعول ديالو هنا هاد المفعول كيبقى راه تيبقى ريحتو على مزينها غتعشقي عاد تاكليه مع هاد البرد هذا ودرت شويه ديال المساخن حتى هما درتهم فهاد الشرموله هادو عا شويه لحقاش راه كاين اللي كيخلقو المساخن وكيدير عا شويه راه ما كيدير
ما كيدير لك والو. غادي نديرو في هاد الكسكاس، وهاد الكسكاس هذا كندير ليه انا هادي لحقاش في الكسكسو، راه قلتها بالشلحه في الكسكسو، الا درتي الكسكسو ولا السميده ولا الداز ولا كاين تيولي واحد الكويره، تيدير واحد الكويره وكيسد لك هاديها، تيطلع لك الكسكسو عا من واحد الجنب، والجوايه الاخرين لا، جي تقبه منين كيطلع لك الكسكسو من هنايا. دابا كندير انا هادي، هادي ديال مطيشه، ديال الطحانه ديال مطيشه اللي عندها واسعه، اللي عندها الغربال واسع، داك الغربال الواسع هو اللي كندير انا هنايا. واي حاجه كنديرها في هاد الكسكاس ديال الكوكوط، انا ما عنديش مع ديك البرماكات، ديك البرماكه تتعذبني، لا واه دير الميكا، لا واه دير هادي، لا واه دير هاديك. الكسكاس ديما ما عمري درت البرمه انايا، ما كنديرش البرمه كاع، كندير الكسكاس وكنرمي كلشي في خطره، الكسكسو كنرميه كامل وتيطلع زوين، تنرمي كندير انا كيلو ونص، كندير جوج كيلو، المهم غادي نردوه دابا يفور. ولكني كاينه واحد الحاجه اللي عندها تقبر ديال الصفاره رقيقه، كيتكي شويه شي حيط ولا يدير شي ماعون يتكيه باش ما يتقلبش ليه، اللي عندها بلاصه الصفاره رقيقه بحال هاد الكوكوط عندي انايا صغيره، بلاصه الصفاره ديالها رقيقه، الا ما تكيتوش يقدر، الا كان ثقيل بالكسكسو ولا شي حاجه يقدر يتقلب، ولكن يتكيه اما الحيط اما تكيه بشي ماعون اللي يكون طويل بحال هكا قد الكوكوط، تكي ليه راه حسن اختي من البرمه، والله اختي راه حسن من البرمه. الكوكوط دغيا كتسربيك، الكسكسو كنطلعو انا في ساعه وما كاملاش، ولكن ني الكوكوط اما ديك البرمه راه تتمرضني انا بعدا ما عنديش معاها. ايوا كي دايرين ياك بخير، الصحه بخير، الدراري بخير، وما كاينش بحال الدراري والله الا هما اللي كيهبلوا، هما اللي واعرين الدراري، هما اللي واعرين، اللي عنده الدراري حسن عوانو نمشي حتى لعندو نقول له الله يسخر لك. ديرو غادي يعجبكم راه زوين. المهم انا غادي نسقيه، ايوا ما تنساوش ديروا لينا الاشتراك وديروا جيم وضغطوا على الجرس، ها هو هذيك الفتيفله داك المزيود ديال السودانيه، ها هو ايوا تهلاو في روسكم تبارك الله عليكم، وراه نتوما كتعرفوا حسن مني، وماشي زعما غادي نوري لكم شي حاجه ما كتعرفوهاش، حنا تنعرفو غادي نوريو للدريات اللي باقينا ان شاء الله باذن الله غادي يديروا وليداتهم يديروا ديورهم ان شاء الله باذن الله، وها المريقه اللي غادي اللي بغى يدير المريقه ها هي. ايوا بسلامة عليكم وتهلاو في روسكم وتبارك الله عليكم، وسمحوا لينا بزاف وحقكم في الجنة، يا هادشي راه مزيان، راه مزيان هادشي راه تيزيد الطاقة، وانتوما عارفين الطاقة ديالاش.